ميشيل عون عرف بالرجل الطموح الذي لم يتخلى عن حلمه بأن يصبح رئيسا للجمهورية رغم مرور السنوات التي أمضاها بين السياسة والجيش والمنفى، شخصية جدلية بامتياز منذ كان قائدا للجيش اللبناني وسياسيا لاحقا. عن عمر ناهز 81 عاما أصبح عون الرئيس 13 للجمهورية اللبنانية بعدما انتخب في أكتوبر تشرين الأول عام 2016، لاعب أساسي في حقبة نهاية الحرب الأهلية اللبنانية، واعتبر بطل الكفاح ضد الوصاية السورية، عين رئيسا لحكومة انتقالية بعدما كان قائدا للجيش عام 88، وفي عامي 89 و90 خاض معركة التحرير ضد القوات السورية وحرب الإلغاء ضد حزب القوات اللبنانية. رفض اتفاق الطائف وتسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب ريني معوض ليلجأ إلى السفارة الفرنسية في بيروت عام 90 عقب عملية عسكرية شنها الجيش السوري في لبنان. مهندس التحالفات غير المألوفة، هكذا عرف عون عقب عودته من المنفى إلى بيروت عام 2005 بنصر مظفر إثر اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، ورغم مواقفه المقاومة للاحتلال السوري أبرم ما يعرف باتفاق مرمخايل مع حزب الله الحليف الوثيق لنظام الأسد. بالنسبة إلى مناصريه هو بطل السيادة اللبنانية، ومع انتخابه رئيسا للبلاد انتظر الشعب اللبناني أن يكون عهد عون الأقوى بين كل عهود أسلافه ليشهد لبنان خلال هذه السنوات الست سلسلة انتكاسات من ثورة 17 من تشرين أكتوبر إلى الارتطام الاقتصادي الكبير وثالث أكبر انفجار غير نووي في العالم وأزمة اجتماعية لم يعرف اللبنانيون مثيلا لها منذ الحرب، مقابل إنجازات سجلت له منها معركة فجر الجرود على تنظيم الدولة الإسلامية وآخرها ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. عون الذي أتى بعد فراغ رئاسي دام سنتين تقريبا يرحل من دون انتخاب بديل عنه، وسيكون مجددا الفراغ سيد القصر الجمهوري.